أما بعد، فيا أيها الإخوة المؤمنون، في الخطبة الثانية من صناعة القرآن الكريم للإنسان لا بد أن نغوص متدبرين في كلام الله عز وجل من أجل أن نعالج ونناقش القضايا التي قد تثير جدلا أو نقاشا مجتمعيا، حتى يكون الإنسان المسلم على بينة من أمره، ليحيى من حي عن بينة ويهلك من هلك عن بينة. وهذا مقصد من مقاصد القرآن، ليهلك من هلك عن بينة ويحيى من حي عن بينة. لأن القرآن الكريم كما ذكرت في الخطبة الماضية جاء للإقناع، فلا يكفي أن نقرأ القرآن أو أن نستمع إلى القرآن ثم بعد ذلك إذا وقع نقاش أو حوار تجد المسلم لا يجد سبيلا للمدافعة ولا للإقناع، وقد تجد إنسانا آخر لديه فكر ضحل خفيف، ولكنه بالصراخ وبرفع الصوت فإنه يستطيع أن يقنع بالباطل. لذلك من أهم القضايا التي تثير نقاشا حادا فيما حسم فيه القرآن، الأصل أن المسلم لا يناقش في قضايا حسم فيها القرآن، لكن عندما يتعرض الإسلام والقرآن والسنة للطعن فإنه لا بد آنئذ من الرد، ولا بد من النقاش الهادئ العالم. النقاش لا بد له من شرطين، لا بد أن يكون هادئا، لأن الصراخ والصخب لا يمكن أن يصل بهم الإنسان إلى نتيجة، ثم لا بد أيضا من أن يكون النقاش عالما، بمعنى أن يناقش الناس المسائل بعلم وبمعرفة. أما أن يأتي من خارج دائرة العلم من يناقش في العلم فهذا غير مقبول، من ليس له اطلاع على المعرفة والعلم. كما لا يقبل من إنسان حتى لو كان فقيها أو عالما لكنه يجهل بالطب وقواعده، فلا يقبل منه أن يناقش في معالجة قضية من قضايا الطب ولا في قضية من قضايا الهندسة. فكذلك لا يجوز لإنسان آخر، إذا كنا نحترم العلم، إذا كنا نحترم البحث العلمي والمنهج العلمي، فلا يجوز لإنسان أن يناقش علما إلا إذا كان ملما بقضاياه وضوابطه. من هذه القضايا قضية نظام الإرث في الإسلام. نظام الإرث في الإسلام جاء به القرآن نظاما متفردا تماما، لم يقلد فيه جهة أخرى ولا اعتمد فيه على نظام آخر، حتى لو كان هذا النظام دينيا، بل إن القرآن جاء بنظام جديد تماما في نظام الإرث، أوضحه وجاء به في صورة معينة قصدا. في أي صورة تجدون أحكام المواريث في القرآن الكريم؟ لن تجدوها في صورة المؤمنون ولا في صورة ياسين ولا في صورة طه، ولا تجدونها بالضبط في صورة النساء. ولماذا؟ هل جاءت أحكام الإرث مصادفة في صورة النساء؟ أبدا، إنما جاءت لأن القرآن أراد أن يقول للناس إن القرآن هو الذي رفع الحيف والظلم على المرأة في قضية الإرث. والعجيب أن الطعن الآن يأتي للإسلام من هذا المنحى، من منحى قضية الإرث بالنساء، أي قضية الإرث وعلاقتها بالمرأة، وأن الإسلام ظلم المرأة في قضايا الإرث. لو رجعتم إلى سورة النساء، أنا أريد أن أقول لكم أيها الإخوة في هذه الخطب الرمضانية، إن القرآن الآن يؤسس لصناعة إنسان معين، لا يؤسس لصناعة إنسان بأي شكل كان، إنما يريد القرآن إنسانا عاقلا، إنسانا عالما، إنسانا متدبرا. أفلا يتدبرون القرآن؟ ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا.
كثيرا لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وهذه أيضا في سورة النساء. انتبهوا جيدا إلى القرآن. القرآن الكريم يقول للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا. ليس هنالك أعدل في نظام الإرث من هذه الآية. هل تعرفون كيف كانت ترث المرأة عند العرب في الجاهلية؟ هل تعرفون كيف ترث المرأة اليهودية إلى يوم الناس هذا؟ إلى يومنا هذا بحكم القوانين الدينية السائدة عند بني إسرائيل كيف تتوارث المرأة؟ نظام مجحف بشكل عجيب في قضايا إرث النساء. بل حتى المرأة الأوروبية يتصور الناس أنها حصلت على المساواة في الإرث، لم تحصل على المساواة في الإرث ولا هم يحزنون. الذي حصل أن المساواة في القانون نعم موجودة، لكن الإنسان الأوروبي ما عاد يترك أصلا ما له ليورث عنه، إنما صار يتدخل قبل أن يموت، عندما يشعر بالموت أو حتى قبل الشعور بالموت فإنه يستعمل نظام الوصية. الوصية الآن هي المعمول بها عند الأوروبيين تقريبا، والقلة منهم من يتركون شيئا ليورث بطريقة الإرث على المساواة عندهم، إنما الوصية هي المعمول بها، حيث للإنسان الأوروبي الآن الحرية الكاملة في أن يوصي بممتلكاته دون ضابط. الإسلام ضبط الوصية في حدود الثلث حتى لا تضر بالورثة، الثلث والثلث كثير، وضبطها بعدم الوارثين، فقال لا وصية لوارث. الأوروبيون عندهم الأمر على الإطلاق، يوصي للوارث إذا شاء، له أن يوصي بممتلكاته لابنه ويحرم ابنته، وله أن يفعل العكس، وله أن يوصي بكل ثروته لحديقة حيوان أو لأي اتجاه شاء، ويحرم الورثة من الأصول أو من الفروع. أصلا الأصول عندهم غير داخلين في نظام الإرث، الآباء، الأمهات، الأجداد، الجدات، هؤلاء لا يطرعون أصلا في الإرث في نظام الأوروبيين. نحن في الإسلام عندنا نظام مختلف، نظام عادل، نظام واسع، يستفيد من الإرث في الإسلام عدد كبير، يصل تصل الوارثات فيه إلى 10 نسوة، والرجال إلى أكثر من ذلك، أي أكثر من 20 وارثا عندنا في نظام الإسلام، طبعا بدرجات متفاوتة وبعدالة تامة، بحيث يأخذ كل واحد نصيبه كاملا غير منقوص. العرب في الجاهلية ما كانوا يورثون المرأة، بل كانوا يعتبرونها إرثا، المرأة نفسها كانت إرثا. فجاء قول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا لا يحل لكم أن ترثوا النساء كرها، بل رفع الإسلام من هذا الشأن فقال للرجال نصيب مما ترك الوالدان والأقربون وللنساء نصيب مما ترك الوالدان والأقربون مما قل منه أو كثر نصيبا مفروضا، أي نصيبا مقدرا محددا. الرجال لهم أنصبتهم المعروفة، والنساء لهن أنصبتهن المعروفة، ولا يجوز أن يعتدى على أحد في حقه. معركة المرأة المسلمة اليوم أيها الإخوة مع المسلمين ليست معركة مع القرآن ومع توزيع القرآن، إنما مشكلتها مع سوء تطبيق المسلمين. المسلمون اليوم محتاجون إلى توجيه في ضرورة إعطاء المرأة حظها من الإرث، حظها الشرعي. تنازع فيه المرأة الآن بذرائع مختلفة، وتحرم كثير من النساء من حظهن في الميراث، ويستبد الأخ أو يستبد شخص من الأشخاص من الورثة بالتركة، ويحرم أخواته، وربما حرم أمه أو زوجة أبيه أو واحدة من هؤلاء.
معركة المرأة المسلمة الآن في أن نعطيها ما أعطاها الله عز وجل، لا في أن نشاغب على شرع الله، ولا في أن نعلمها أن تتمرد على شريعة الله. ثم إن القرآن الكريم يشير إلى أمر آخر، وهو الوارد في قوله عز وجل: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، في سورة النساء دائما: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. للرجال نصيب مما اكتسبوا، وللنساء نصيب مما اكتسبن، واسألوا الله من فضله، إن الله كان بكل شيء عليما. كم هي جميلة هذه الآية، وكل آيات القرآن الكريم جميلة. للرجال: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. ما معناه؟ معناه أن الله عز وجل يقول للناس: لا يحاول الرجال أن يطمحوا إلى امتيازات أعطاها الله للنساء، ولا تحاول النساء الطموح إلى امتيازات أعطاها الله للرجال. لماذا؟ لأن الله عز وجل لم تشأ حكمته أن يخلق نسختين متطابقتين، إنما خلق نسختين متقاربتين من أجل أن يحصل بهما الأنس والسعادة والسكينة. فخلق الرجل وله احتياجات وله طموحات، وخلق المرأة ولها احتياجات ولها طموحات، وأعطى الرجل امتيازات معينة في عضلات مفتولة، في قوة بدنية يتحمل مخاطر ومشاق ومصاعب، وأعطى المرأة امتيازات أخرى مقابلة، أعطاها زيادة حنان، وأعطاها زيادة رحمة، وأعطاها زيادة عاطفة جياشة، من أجل أن توظفها في قضايا تخصها وامتيازات تهمها. فلذلك الله عز وجل رفض للإنسان أن يطلب ما عند الآخر، وحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم التشبه، فلعن المتخنثين من الرجال والمترجلات من النساء، من أجل أن يبقى الرجل رجلا والمرأة امرأة. فلذلك إذا جاء هذا التوجيه القرآني: ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض، فقد فضل الله النساء بأشياء لا ينبغي أن نتمناها نحن الرجال، وفضل الله الرجال بأشياء لا ينبغي أن تتمناها النساء. هذا هو المراد بالآية الكريمة. لذلك عندما نأتي إلى نظام الإرث، ينظر الناس أو بعض الناس ينظرون فقط إلى قوله عز وجل: للذكر مثل حظ الأنثيين، لكن لماذا لا يذكرون قبلها في بداية سورة النساء: وآتوا النساء صدقاتهن نحلة؟ لماذا لم يقل: أيتها النساء آتين الرجال صدقاتهم نحلة؟ أو قال يعني ليعطي بعضكم بعضا صداقة؟ لا، قال: وآتوا النساء، أي الرجال مطالبون شرعا بدفع صداق المرأة عند الزواج، عربونا على المحبة، عربونا على بناء الأسرة، عربونا على القدرة المادية المالية لتأسيس أسرة. لماذا لا يأتون بقول الله عز وجل: أسكنوهن من حيث سكنتم من وجدكم ولا تضاروهن لتضيقوا عليهن؟ لماذا لا يقفون مع قوله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن؟ مع أن البيت للرجل، حتى لو كان البيت بيتك وكانت المرأة مطلقة ليست متزوجة، ليست في حالة طبيعية، هذه الآية في سورة الطلاق، في حالة الطلاق، الطلاق الرجعي، وقال الله عز وجل: لا تخرجوهن من بيوتهن، ونسب البيت للمرأة، مع أنه عقدا في ملك الرجل، في العقد، في المحافظة، البيت باسم الرجل، لكن الله عز وجل سماه بيت المرأة، فقال: لا تخرجوهن من بيوتهن. لماذا لا تقرأ قول الله عز وجل في سورة البقرة: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين
لمن أراد أن يتم الرضاعة، وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن بالمعروف. لماذا؟ لماذا تكلف الرجل بأن ينفق على المرأة؟ لماذا تكلفه بأن يكسوها؟ لماذا تكلفه بأن يسكنها؟ وإذا فرط في ذلك فقد يلجأ إلى السجن عقوبة له، لأنه أهمل الزوجة ولم يوفر لها السكن المناسب، حتى لو كانت مطلقة لديها أطفال واجبها هي أن تحضنهم، وواجبه هو أن يدفع حر ماله. كيف نترك هذه المنظومة كاملة من أجل أن نقصد جزئية هي جزئية الإرث فقط؟ ثم هل يعرف الذين يخوضون في نظام الإرث حقائق الإرث؟ لا يعرفونها والله، بل حتى جمهور المسلمين لا يعرفون أحكام الإرث. كم هي الحالات التي ترث فيها المرأة أقل من الرجل؟ نسبة للذكر مثل حظ الأنثيين 4 حالات فقط، 4 حالات، الابن مع البنت والأخ مع الأخت والزوج أو الزوجة، يعني مسائل محدودة جدا. كم هي مسائل المساواة؟ الناس يطالبون بالمساواة وهي حاصلة، المساواة حاصلة في كثير من مسائل الإرث. أحصى العلماء أكثر من 16 مسألة، 16 مسألة يرث فيها الرجل والمرأة السواء، الأب والأم في كثير من أحوالهما يرثان بالسدس بصريح قول الله عز وجل: ولأبويه لكل واحد منهما السدس. ليس فيه تفاضل للذكر مثل حظ الأنثيين في الأبوين، الأخ مع الأخت من جهة الأم، إن امرؤ هلك ليس له ولد وله أخت، هذا في آخر السورة، وتحدث أيضا عن الكلالة: فهم شركاء في الثلث، يستويان. الجد مع الجدة لا فرق بينهما، الجد يرث السدس والجدة ترث السدس، وقل ذلك في كثير من الأحياء من المواضع في الإرث. بل هنالك مواضع ترث فيها المرأة أكثر من الرجل. ماذا تقول؟ نعم، قد يستغرب الناس هذا، مواضع ترث فيها المرأة أكثر من الرجل، وقد عددها العلماء في حوالي 11 موضعا من هذه المواضع التي ترث فيها المرأة أكثر مما يرث مقابلها. اقرأوا العلوم الشرعية، اقرأوا علم المواريث. لذلك ذكرت لكم في البداية، هؤلاء الذين يتحدثون عن نظام الإرث لا يعرفونه أصلا، بل إن لدينا في الشريعة الإسلامية مواضع ترث فيها المرأة ولا يرث المقابل لها من الرجال لو كان مكانها. ولا بأس أن أعطيكم مثالا، خذ لك فريضة من زوج وشقيقة، ولعل التلاميذ قد اجتازوا امتحاناتهم قبل أيام، أقصد أصحاب الأصيل، أما الآخرون فقد حرموا من لذة العلوم الشرعية ومن ما يتعلق بنظام الإرث في الإسلام. لو أن شخصا مات وترك زوجا، امرأة ماتت وتركت زوجا وأختا شقيقة، فإنهما يقتسمان التركة بالتساوي، الزوج يرث النصف والأخت الشقيقة ترث النصف. لو دخلت معهما أخت لأب فإنها تأخذ سهما معهما وتأخذ السدس تكملة للثلثين مع الأخت الشقيقة، ويطرأ النقص على الجميع فيما يسمى عندنا بالعول. لكن لو جاء أخ لأب بلحيته وشواربه فإنه لن يأخذ شيئا في هذه الفريضة، فالزوج يأخذ النصف كاملا والأخت الشقيقة تأخذ النصف كاملا، والأخ لأبيه مع لحيته وشاربه لا يأخذ شيئا. هذا نظام الله، هذا توزيع الله عز وجل. أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون. الذي ينبغي أن نقتنع به تماما هو أن نظام الإرث في الإسلام ليس فيه محاباة للرجال على النساء، وليس فيه محاباة للنساء على الرجال، وإنما هدفه تحقيق العدالة، تحقيق العدل تماما. لماذا؟ لأن الناس الآن يتحدثون عن المساواة،
والمساواة أحيانا قد لا تحقق العدالة. انتبهوا لهذا الأمر جيدا أيها الإخوة، المساواة لا تحقق العدالة. لو دخلت إلى شركة فيها عمال فيها مدير اجتهد من أجل أن يصل إلى الإدارة، وفيها عمال قضوا 30 سنة في العمل ويتقاضون أجورا بالمليون سنتيم أو أكثر، وفيها عمال يعني لديهم يقومون بأعمال ولكن عندهم امتيازات من جهات أخرى، عندهم امتيازات فأعطوا دخلا أقل من الذين ليست لديهم تلك الامتيازات، ثم يأتي شخص متهور فيقول أيها الناس لا بد من المساواة، لا بد أن نسوي بين المدير وحارس الباب، لا بد أن نسوي بين الموظف الذي اشتغل 30 سنة والموظف الذي دخل هذه. هذا حمق، هذا حمق وجنون. هل رأيتم الآن معنى قوله تعالى ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض؟ المساواة أحيانا يطالب بها الذين يريدون الوصول إلى مطامح لم يصلوا إليها. هل ترون مدير مؤسسة يطالب بالمساواة مع سائر العمال؟ أبدا. لكن يود العمال لو تساووا مع مدير الشركة في الأجور، أليس الأمر كذلك؟ لعل هذا الكلام بمنطق القرآن وبمنطق السنة وبمنطق العلوم الشرعية لا يقنع بعض العقول المتكلسة التي تستورد كل مبادئها من الغرب. لذلك سأقرأ عليكم في ختام هذه الخطبة كلمة مقولة لأحد فلاسفة الغرب، لأن هؤلاء تقول لهم قال الله لا يرفعون بها رأسا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرفعون بها رأسا، قال الشافعي أو مالك أو أبو حنيفة أو أحمد لا يرفعون بها رأسا. أنا أقول الآن كلمة لم يقلها أحد من هؤلاء ولا قالها مسلم، كلمة لفيلسوف غربي اسمه ماكس شيلر لمن يعرفه، يقول إن وراء المساواة المنشودة تتستر الرغبة في خفض الأشخاص الأعظم من غيرهم، يعني هي رغبة للوصول إلى خفض أناس في مستوى أعلى. هذا حاولته الاشتراكية الشرقية قديما وأفلست، لأنها ادعت المساواة بين كل طبقات المجتمع. وصدق الشيخ الغزالي عليه رحمة الله، ذهب إلى موسكو في 80s في عز الشيوعية والماركسية التي كانت سائدة في الاتحاد السوفيتي قديما، فدخل الفندق في موسكو فقال عجيب أمر هؤلاء الناس، يتحدثون عن الاشتراكية وعن الطبقية وعن المساواة وعن، لكن في الواقع لا وجود لشيء من هذا، في الواقع لا وجود لشيء من ذلك. فهنالك نادل المطعم الذي يأتي الناس ويأخذ في نهاية الأسبوع أو الشهر فتاتا من المال، وهناك مدير الفندق أو المطعم الذي يأخذ الملايين والملايير، فهذه أكذوبة كبيرة يتحدث الناس عنها. لذلك يقول ماكس شيلر، يقول إن وراء المساواة المنشودة تتستر الرغبة في خفض الأشخاص الأعظم من غيرهم إلى مستوى الذين هم أسفل السلم، ثم يقول ما من أحد ينشد المساواة حينما يشعر بأنه يمتلك قوة أو نعمة. كلام صحيح تماما. عندما يصل الإنسان إلى نعمة أو يصل إلى مستوى من الدخل، تجد الشاب في الجامعة طالب علم، حلقيات، اجتماعات، طبقة كادحة، يتحدث عن المساواة وعن أصحاب الأجور الخيالية ولا بد من خفض الأجور السمينة ولا بد من رفع جميل. لكن عندما هو نفسه يصل إلى أن يكون مدير شركة أو مدير جامعة أو معهد أو شيئا من هذا ويتقاضى 3 ملايين سنتيم أو ربما 4 أو أكثر، هل تجدونه يتحدث عن المساواة وعن خفض أجور الأغنياء؟ أبدا أبدا. لذلك هذه الكلمة تصديق لقول الله عز وجل، ولا لأن الحق لا يتعارض. هذه كلمة فيلسوف، والآية السابقة كلام الله عز وجل، والحق لا يمكن أن يتعارض. لذلك يقول
ما من أحد، أي ليس هنالك أحد ينشد المساواة حينما يشعر بأنه يمتلك قوة أو نعمة تتيح له أن يتفوق. أما من يخشى الخسارة فهو الذي ينشد المساواة العامة. كلمة تكتب بماء الذهب، لكن الذي يستحق الاهتمام قبلها أكثر هو كلام الله عز وجل، وكلمة الله هي العليا. لذلك الرسالة في الختام هي أن أمر الإرث أمر قسمه الله، وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله لم يكل قسم أموالكم لرسول مرسل ولا لملك مقرب، إنما قسمها الله عز وجل. ثم في آخر الآيات يقول الله عز وجل: تلك حدود الله، ومن يطع الله ورسوله ندخله جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، وذلك الفوز العظيم. ومن يعص الله ورسوله ويتعد حدوده ندخله نارا خالدا فيها وله عذاب مهين. أقول قولي هذا أيها الإخوة، وأستغفر الله لي ولكم، فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الحمد لله غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير، وأشهد أن لا إله إلا الله ولي الصالحين، وأشهد أن سيدنا محمدا عبد الله ورسوله، رحمته المهداة ونعمته المسداة وسراجه المنير، صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وأتباعه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فيا أيها الإخوة، عندما يقول الله عز وجل: ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون، المسألة تحتاج إلى يقين، تحتاج إلى ما عبرت عنه في الخطبة الماضية بالإقناع. فهل نحن مقتنعون؟ هذه الشريعة لا يمكن أن يحملها إنسان يتعاطف معها دون علم. إنما إذا أردت أن تحمل هم هذه الشريعة وأن تدافع عن هذه الشريعة فلابد أن تقارن، لابد من دراسات مقارنة، لابد من هنالك كتب وعلماء ألفوا في مقارنة نظام الإرث بين الإسلام وبين القوانين الأوروبية المعاصرة، بين الإسلام وبين النظام اليهودي في الإرث، بين الإسلام وبين الأنظمة الشرقية والغربية. وعندما ندرس هذه الأنظمة وهذه المقارنات بعدل وبإنصاف وبدون خلفيات كما يقولون، سنجد أن حكم الله عز وجل هو الأعدل، لأنه القائل سبحانه: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير، ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. فالله عز وجل هو أحكم الحاكمين، وهو الذي كما قال وصف نفسه بالحق: ذلكم الله ربكم الحق فماذا بعد الحق إلا الضلال، ماذا بعد الحق إلا الضلال، أي ليس بعد حكم الله عز وجل إلا التيه. فنحن رضينا بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد صلى الله عليه وسلم نبيا ورسولا وبشريعة الإسلام قانونا وحكما يحكم فيما بيننا. فاللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم رد بنا إلى دينك ردا جميلا، اللهم أحي فينا كتابك وسنة نبيك برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا، ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان، ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا، ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والعزيمة على الرشد والفوز بالجنة والنجاة من النار برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. اللهم اجعل هذا البلد آمنا مطمئنا، رخاء سخاء، وسائر بلاد المسلمين. اللهم جنب بلدنا الفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن، عن بلدنا هذا خاصة وعن كل بلاد المسلمين عامة. اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم احقن دماء المسلمين في كل مكان، اللهم وحد كلمتهم، اللهم اجمع صفهم، اللهم اجمع صفهم، اللهم وحد كلمتهم برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. أيها الإخوة، ونحن في نسمات رمضان يزورنا إخوان لنا يبنون مسجدا في البادية هذه المرة وعلى الحدود، ومسجد صغير بالمناسبة، وما زالوا متعبين في إكمال ما تبقى من أشغاله، وهم على وشك إنهائها
يريدون أن يفرحوا بمسجد جديد يصلي فيه أولادهم ويقرؤون فيه القرآن وهم على طرف الحدود، سيقفون على الأبواب من أجل مد يد المساعدة، وأرجو أن نمدهم بمساعدة كافية من أجل أن ينهوا عمل هذا المسجد حتى يفرحوا ببيت من بيوت الله في أطراف المدينة على الحدود. فأسأل الله تعالى أن يخلف لكل من أنفق. وأذكركم بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: من بنى لله بيتا بنى الله له مثله في الجنة. وهذا رمضان، وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه أجود من الريح المرسلة، كان يعطي عطاء من لا يخشى الفاقة. فنسأل الله تعالى أن يخلف على كل من أنفق. اللهم أخلف على كل من أنفق، اللهم أعط منفقا خلفا برحمتك يا أرحم الراحمين يا رب العالمين. وفق اللهم أمير المؤمنين محمدا السادس لما تحبه وترضاه، أري الحق حقا وارزقه اتباعه، وأري الباطل باطلا وارزقه اجتنابه. هيئ له اللهم بطانة صالحة تعينه لما فيه صلاح البلاد والعباد ولما فيه خير الدين والدنيا والآخرة. اشف اللهم أمراضنا وأمراض المسلمين، واقض حوائجنا وحوائج المحتاجين، وارحم موتانا وموتى المسلمين، وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد الأمين وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته أجمعين، خصوصا الخلفاء الراشدين أبا بكر وعمر وعثمان وعلي وعن سائر الصحابة أجمعين والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين.